السلام الملكي. الدكتور ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، راعي الحفل الأكرم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، معالي عيد الفائز المكرم وأعضاء مجلس الأمناء الأكارم، عطوفة الأستاذ الدكتور تركي عبيدات رئيس جامعة الزيتونة الأردنية المكرم، سعادة نائبي رئيس الجامعة الأكرمين، الأساتذة عمداء الكليات المحترمين، السيد رئيس مجلس إدارة جامعة الزيتونة والأعضاء الأكارم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الضيوف الأكارم كل بلقبه، الزملاء من الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، الطلبة الأعزاء، حفل الكرامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وطني، وقد دفعنا دم القلب كي ننتشي باستقلالك ونفاخر الدنيا بعظيم قائدك. السلام على لحن أغنية الثورة العربية الكبرى في محفل من محافل زيتونك الأخضر، حتى تسهو رايتك بنور الحق، وحتى تظل النجوم والقصائد ساهرة في أعلى الذرى. السلام على كنزنا المخبوء في الروح، وغيمنا الغافي في سنابل القمح، وشمسنا المستظلة بقلعة صلاح الدين، وزيتوننا المعطاء في ربوعك، فكن لنا غطاء الروح، فنحن إن ضاق الزمان بنا نهرع إليك، وإن ألم الحزن بنا نحضر خاشعين بين يديك، وإن أوجعك الأسى لنثر وجوهنا على مدى عينيك، فانهض عذبا كالحياة جميلا مثل صدق العاشقين في ربيعك، حتى إذا صرت لنا يوسف ودخلنا بين ذراعيك آوى إليه أخاه، قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كلمة عطوفة الأستاذ الدكتور تركي عبيدات رئيس الجامعة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. معالي الدكتور ممدوح العبادي الأكرم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، راعي الحفل، السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، السادة رئيس وأعضاء هيئة المديرين، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، ضيوف الأعزاء، الأساتذة نواب الرئيس والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية، بناتي وأبنائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم. أود بداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي الدكتور ممدوح العبادي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء على تفضله لرعاية احتفالات جامعة الزيتونة الأردنية بعيد الاستقلال 71. ولا يفوتني أن أتوجه بأطيب التحيات وخالص الاحترام إلى مجلس الأمناء وهيئة المديرين على دعمهم ورعايتهم المستمرة لمسيرة الجامعة الأكاديمية ودورها الوطني. والشكر موصول إلى كل الرسميين وممثلي المجتمع المحلي الذين لبوا الدعوة للمشاركة باحتفالاتنا في هذه المناسبة الوطنية التي تستنهض الهمم وتشحذ العزائم من أجل مسيرة البناء الخيبر بقيادة جلالة الملك المفدى أطال الله عمره وعزز حكمه. معالي راعي الحفل، الحضور الكريم، يقود جلالته الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم الدولة الأردنية بعمق وأصالة وحضور إقليمي ودولي ورؤية ثاقبة نحو المستقبل المشرق وفق إرث ورسالة الأجداد ومرتكزات النهضة الشاملة. ولقد علمتنا الأيام والأحداث الكثير، ومن أهم ما علمتنا أن الأردن القوية المحصنة بالوعي والانتماء والوحدة الوطنية هو الأحرص والأقدر على حماية الإنجازات والتصدي للتحديات والنكسات، وهو القادر على تضميد الجراح مهما كانت عميقة. وهذا الأمر يتجسد برؤيتي ورسالتي جامعة الزيتونة الأردنية وإنجازاتها في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. لقد حققت الجامعة نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعي في العديد من التخصصات الأكاديمية، وتضاعف إنفاقها على البحث العلمي 4 مرات خلال الأعوام 3 الماضية. وتقدم الجامعة الرعاية الصحية للمجتمع المحلي بشكل خاص وللمجتمع الأردني بشكل عام، حيث يفتح المركز الصحي أبوابه أيام السبت لأبناء المناطق المحيطة بالجامعة، ويوفر لهم المواصلات والتشخيص والعلاج وغذاء الأطفال مجانا. هذا بالإضافة إلى الأيام الطبية المجانية التي تقيمها الجامعة في المناطق النائية والفقيرة وعلى كامل مساحة الوطن. معالي راعي الحفل، الحضور الكريم، أما الطالب فيبقى محور العملية التعليمية التعلمية وهدفها الأساس، ومن أجل ذلك تسعى الجامعة إلى توفير كافة الخدمات الطلابية وتعزيز النشاطات المنهجية واللا منهجية وتحسين البيئة الجامعية، وتعمل من خلال الإرشاد الأكاديمي والتربوي والنفسي على حل المشكلات التي يواجهها الطلبة وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية بهدف الحد من ظاهرة العنف الجامعي وتأهيلهم لسوق العمل ليكونوا مواطنين فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. ولا يفوتني في هذا السياق
الإشارة إلى أن كافة المباني ومرافق الجامعة تعمل على الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة، ومراقبة بالكامل بالكاميرات الإلكترونية، وتم تدشين البوابات الإلكترونية مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2016-2017، هذا بالإضافة إلى التوسع المنخوض في المساحات الخضراء وعمليات التشجير، وأصبحت الحديقة الطلابية الخضراء المستدامة التي تعمل على الطاقة المتجددة الهجينة معلما فريدا لا يوجد مثيلا له في الجامعات الأردنية والعربية. ونتيجة لهذه الجهود دخلت الجامعة التصنيف العالمي جرين ماتريكس هذا العام من بين أفضل 500 جامعة في العالم. معالي راعي الحفل، أيها الحضور الكريم، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة العاملين في الجامعة، أرحب بكم جميعا في هذا العرس الوطني المفعم بالمحبة والتعاضد والسمو والوفاء والانتماء. أطال الله في عمر سيد البلاد وسدد على طريق الخير والتقدم خطاه، وأدامه قائدا فذا لوطن الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن يا وطني وريدك الذي تحصن بألف عناق وألف منبر للعلم، ونذر لكبريائك نبض المقاتل ومئة ألف شهيد ويزيد. ثم صبرنا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى. كم حاصرنا الطاغوت وتربص بنا جهل الفئات الضالة، وقد حضروا قاب طعنة أو أقرب على هيئة خفافيش الليل، ينالون من دماء الأبرياء فينا فما امتدت لنا شكوى وما هاجت لنا عبرة وما هانت علينا دماء الصقور فينا. كلمة المجتمع المحلي عطوفة الباشا أحمد العجارمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي العربي الهاشمي الأمين. معالي راعي الحفل الدكتور ممدوح العبادي، عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ترك عبيدات، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أقف أمامكم متحدثا بمناسبة عزيزة غالية علينا جميعا، نحتفل من خلالها بعيد استقلالنا 71، وهذه المناسبة هي التي غرست بذور الوطن وروته بالتضحية والشجاعة والمحبة والانتماء، ونقف فيها احتراما للقادة والرجال والنساء الذين وضعوا لنا النهج الذي أضاء طريقنا نحو المستقبل. فالاستقلال كما نفهمه في مدرسة الهاشميين
هو العدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان والوسطية والحرية المسؤولة، وهو دستورية ومؤسسية وسيادة للقانون. فالأردن وارث راية الثورة العربية الكبرى ونهضتها، بني على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة وسيادة القانون. لا فرق بين أردني وأردني إلا بما يقدمه لوطنه، ويتجدد الاستقلال فينا كما يتجدد الشجر الطيب، ليكون في كل مرة أحلى، ويكون في كل ربيع أكثر خضرة وأوفر جنى. ذلك أن الاستقلال ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة نكرس لها يوما للاحتفال بها ثم تمر، بل إنه التعبير الدائم عن الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة، وهو الإصرار المستمر على مواصلة العطاء الذي بدأه الأجداد والآباء. هكذا علمنا ملوك بني هاشم صانع الاستقلال عبد الله الأول، وهكذا علمنا من بعده صاحب الدستور طلال بن عبد الله، وهكذا علمنا صانع الأردن الحديث الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم جميعا. وهذا ما يعلمنا إياه قائدنا المفدى عبد الله الثاني بن الحسين، أطال الله عمره وعز ملكه، ليصبح هذا الحما في الطليعة علما ومعرفة وحضارة وثقافة، لأنه على الخير تأسس، وعلى الخير مضى، وعلى الخير سيظل سائرا إلى الأمام بإذن الله. معالي راعي الحفل الموقر، السيدات والسادة الأكارم، بني هذا الوطن على الوحدة، هويته الوطنية الجامعة تحتضن كل من يؤمن بهذا البلد ويحبه ويحميه ويعتز بأنه أردني مرفوع الرأس. فكل مواطن فاعل هو شريك كامل في مسيرة البناء والعمل والعطاء، كما في الحقوق والواجبات. بلدنا يقف قويا بمبادئه، عزيزا بكرامته، يصمد ويتقدم رغم الصعاب بينما تنهار دول وأوطان. 25 من أيار يوم شكر للباري عز وجل في عليائه، أن قيض للأردنيين عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. 25 من أيار يوم عرفان للهاشميين أن صنعوا لهذا البلد استقلاله. 25 من أيار يوم وفاء للأردنيين الأحرار الذين ساروا في ركب بني هاشم الأبرار من أجل أن يكون الاستقلال. وفي 25 من كل عام آت بإذن الله سنستلهم الماضي المجيد لنبني بقيادتنا الهاشمية الأمجد، نجسد لجلالة الملك معاني المحبة والوفاء، وللأردن معاني الوفاء والانتماء. فلا قيمة تسمو على قيمة الاستقلال إلا ما سما في النفوس المؤمنة من إيمان بالله الواحد الأحد. معالي راعي الحفل الموقر، السيدات والسادة الأفاضل، أحيي شهداءنا الأبرار أكرم خلق الله الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن، وأحيي من خلالكم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من قواتنا المسلحة الباسلة ومن أجهزتنا الأمنية الأمينة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاستقلال والأمن والاستقرار لوطننا الغالي. وأحيي قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الأمينة الذين يحمون الوطن
ويديمون الأمن والأمان في ربوعه. وأتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة الزيتونة، جوهرة الجامعات الخاصة، التي حرصت وتحرص على الاحتفال بمناسباتنا الوطنية، والتي قدمت وتقدم الدعم والمساعدة بأشكالها المتعددة للمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعة. وبما أنني أحد أبناء هذا المجتمع، فإني على علم ودراية بما قدمته وتقدمه هذه الجامعة للمجتمع المحلي خاصة وللوطن بعامة. ولهذا فإني أنظر إليها على أنها جامعة لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن. فلكل القائمين عليها، مجلس الأمناء وهيئة المديرين والأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأساتذة والإداريين والطلبة والطالبات، جزيل الشكر وعظيم الامتنان. ولمعالي راعي هذا الحفل وكافة الحضور أجمل وأطيب تحية. معالي راعي الحفل السيدات والسادة الحضور الأفاضل، كل عام والوطن بخير، كل عام وقائد الوطن بخير، كل عام وشعبنا الأردني الأصيل بخير. وتهنئة من القلب إلى كل أردني وأردنية بمناسبة عيد الاستقلال 71. وإذا كان تاريخ الأمم والشعوب قد يكون بدأ قبل آلاف السنين، فأن يوم استقلال أي شعب هو بداية التاريخ الحقيقي لهذا الشعب. وكثيرة هي الأيام الوطنية والقومية في حياة الشعوب، ولكن يبقى ليوم الاستقلال تلك النكهة الخاصة والمعاني الخاصة، مما يجعله أهم الأيام والأعياد في حياة أي شعب. حمى الله الوطن وحفظ القائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم. فنحن نعود إلى كبرياء الموقف، لأننا نريد أن نزرع فرحتنا في ضحى التناهي فيك، ونهديك زغروتة ووردة في كف حلم بنيك، وعلى أكتافي قسم بحبك وروحي تفديك، وعلى كتفي راية لو أخذ القهر صمام الذراعين لخطفتها برمش العينين، وصحت أنا بأعلى صوتي يا نخلا عربيا أعلى من كل النخل ويا أغلى، قد كنت لأمتنا دوما وستبقى الخيمة والظلة، عاهدنا الله على حبك وعلى أن نمضي في دربك، موعدنا الفجر الطالع من قلب الأردن ومن قلبك. يا عبد الله تعيش لنا وطنا ملكا، ملكا وطنا تفديك، قلوب تسكنها بالحب وكنت لها سكنا. مع كلمة الطلبة رئيس مجلس الطلبة أيمن أبو حمور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في 25 من أيار من كل عام نتذكر اليوم الذي استقلت فيه الأردن، واستطاعت بفضل أبناء الأردن الأحرار وبفضل الله أولاً أن تخرج العدو من أرضها وأن تقف على قدميها كدولة متماسكة بإمكاناتها المتواضعة وشعبها الحر.
ومنذ ذلك اليوم أصبحت الأردن حصناً منيعاً ودولة عريقة يسودها القانون والديمقراطية، إضافة إلى تقدم الأردن في الكثير من المجالات، حيث أصبح أيضاً صرحاً علمياً منيعاً عبر مؤسساته العلمية والأكاديمية. ولم يتوانى الأردن عن خدمة قضايا أمته العربية والإسلامية، ولم يتناسى قضيتنا الأخوية، قضية فلسطين الحبيبة وقضية المسجد الأقصى الحزين، ولا يزال يعمل جاهداً على طرد اليهود الغاصبين ودولة إسرائيل غير الشرعية من أرض إخواننا الفلسطينيين ومن أرض بيت المقدس الحبيب. وإضافة إلى باقي قضايا الدول الشقيقة وإخواننا في كل مكان، نذكر منهم إخواننا في العراق وسوريا الذين نسأل الله أن يفرجها عليهم وأن يرزقهم الأمن والأمان والاستقلال، هم وباقي بلاد المسلمين. وفي الختام، في ذكرى الاستقلال، نرفع جبيننا عالياً ونمشي على تراب طهور متعطر بأرواح شهداء المعارك الخالدة، فرحين بوطن الصمود ووطن الإنجازات وبلد العز والفخر والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. يا نجمة هذا العمر تعبر في أماني النفس، ولا قيد يرد الروح، تأتي إلينا منتخياً فتمتطي صهوة الحنين إليك، ونبدأ الخطى إلى هواك في هذه الدروب الممتدة بين البيوت، وأصرخ من شدة اشتياقي: هل تعرف البيت يا ولدي؟ فتجيب: مثل ما أعرف الدرب أعرفه، يا سمين يطوق بوابة من حديد ودعسات ضوء على الدرج الحجري، وعباد الشمس يحدق في وراء المكان، ونحل أليف يعد الفطور لجدي على طبق الخيزران، وفي باحة البيت بئر وصفصافة وحصان. نبدأ فيك وأنت تضيء ليل العمر وتدفع نبض الشموخ أن تسكن قلب الزيتونة الجميلة، مع قصيدة الوطن وطالب الزيتونة الشاعر محمد الفالح العجارمة، فليتفضل مشكورا. أسعد الله مساءكم جميعا. اسمحوا لي بداية أن أرحب بأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وفي جميع الضيوف الكرام من شيوخ ووجهاء القبائل الأردنية. أقول يا ناس عني ترى ربعي سرى يلقوا مفعولهم قائلة، يخلت ما مثل البحور السائلة، أردن بشامة وقفاتهم مذكورة يا زينة، مواقف الأردن وفعائلة، والأردن يا بيتنا ويا عزنا ومأوانا، حامينا من جور الزمن وأوائلة، وقفاتنا كل العرب تشهدها، بصماتنا موجودة ولا هي زائلة، وراياتنا بعال السماء مرفوعة بعزم الأردن وقبائلة، وروسنا مثل الجبال الشامخة الثابتة بمكانها ولا هي مائلة، وروسنا مثل الجبال الشامخة الثابتة بمكانها ولا هي مائلة، ولا طال على روس العدا وندعسها وغير الأردن ما نقبل بدائلة. أشكركم. وحدودنا ما عاش من يقربها، انجز رقابهما بسيوف صقايلة، والأردني مثل الذهب والماسي الطيب أصله والكرم من خصائلة، يا من هاشمي على الأردن وثبتها،
هاشمي نسل النبي العدنان سلايلة ومن فضل ربي حنا تعاهدنا على الليل والشر نوريها الأوائلة وبسنة 46 حنا استقلينا التاريخ يشهد وكثيرة دلائلة وبلادنا الأرض المروة حنا نفديها وارجع وعيد الوطن ما نقبل بدائلة وحنا لنثقل الحمل انت شايله لنكد على الموت الحمر من هامه حنا نشابه معدري للمايله لنكد على الموت الحمر من هامه حنا نشابه معدري للمايله جريت القصيده من داخل القلب منقوشه الاردني ما يهدم القصيد غير جزايله حنا على الفرسات من يوم انخرقنا حنا على الفرسات من يوم انخرقنا ما نركب من الخيل غير صايلة ويا رب تحمل اردنا قايدها مع شعبها وتبعد عنا النفوس اللي ملحقة شايلة تبعد عنا النفوس اللي ملكرة شايلة سلامة السامعين سلام على الذي صعد وكفاه مدرجتان بالصبر والسلاح سلام على الجندي المرابط سيفه بين ردة رمش وأدنى سلام باسمه على الأردنيين وجيشهم العظيم يا الفتى الذي علمك أهلك ذات زمان قصيدة أخرى بنبض الحب لهذا الوطن والطالبة عنود أبو الراغب بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالضيوف الكرام النشمية الأردنية عنود إسماعيل أبو الراغب أقدم قصيدة بعنوان فخر وطن وعزة استقلال أكتب إليك يا وطني بكل إجلال وأزين لك التحية بتاج الاستقلال قصة مجد سطرها جنودك الأبطال ورفعوا راياتك عاليا كما الأطلال أنت للعروبة مجد والحق يقال فلأجلك توشح الجند بالكوفية والعقال شمخت إلى الأعالي كما تشمخ الجبال وأرسيت راية النصر بزهو ودلال علمت جندك كيف يكون النزال فلأجلك سطر البواسل أروع الأمثال وسطرت من ذكراهم عز الرجال وغرست في جندك البسالة وحب النضال أنت تحلو بالهاشميين فهم الجمال صناع مجد أرسوا قواعد الاستقلال حماك الله وحماهم وحقق الآمال في ظل عبد الله غدا أردننا في دلال نذرنا أرواحنا ودماءنا وقهرنا الأنذال بحنكة الهاشميين تذوقنا حلاوة الاستقلال تعطرت بلادي برائحة الشهداء الأبطال فازدهرت ونمت بعزم الرجال الرجال دعوت الله وكلي رجاء وامتثال أن يحميك الله وعليه وحده الاتكال شكرا يعيش جلالة الملك المعظم يعيش جلالة الملك المعظم يعيش جلالة الملك المعظم جنودك
أشكرك يا وطني الذين عبرت أحلامهم في مدى الأحلام وزرعتهم بنادق في وجه الظلم حتى ظلوا قابضين على جمر العروبة والذين تصير سماحتهم غضبا إن مس نهارنا عتم أو عكر صفو غدرانهم غريب. أنا الأردن ترسمني السماء ولاء ليس يشبهه ولاء. ترابك موطني ذهب مصفى وتحت سمائه ورد وماء. مقدسة مطهرة بلادي وكم صلى بأرضك أنبياء. مع الحفل الفني الذي تهديه جامعة الزيتونة الأردنية باسم رئيسها الأستاذ الدكتور تركي عبيدات إلى هذه القلوب النقية الطاهرة كي يعلن هذا الصرح العلمي جامعة الزيتونة الأردنية كيف يكون الولاء وهذا الحفل مع فرقتي فرقة جامعة الزيتونة الأردنية وفرقة اللوزيين حسام ووسام. أترككم برعاية الله متمنيا لكم حفلا فنيا بالغ العطاء على أن نلتقيكم جميعا أيها الضيوف الكرام على مأدبة غداء احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. فالسلام عليكم من الله.
يلا يا شباب يلا 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 شكرا يا شباب ولا واحد يلا صلونا الكفر Oh,